بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم انت تقدر، والنهارده الجزء الخامس من حياه التلمذه. قلنا حياه التلمذه مهمه جدا جدا لكل انسان مسيحي انه يرجع ويعيش تلميذ للمسيح من خلال الناس اللي بيعيش معاهم، بيتعلم منهم، بيستفاد منهم. ممكن واحد يتلمذ على الكتب المقدسة، ممكن واحد يتلمذ على أب اعترافه، ممكن واحد يتلمذ على مرشد الروحي، ممكن واحد يتلمذ على سير الآباء. حاجات كتيرة جدا ممكن نحن نعيش حياة التلمذة من خلالها. ممكن تتعلم من فضائل الناس، وممكن تتعلم من أخطائهم. يعني لو شفت واحد عمل حاجة غلط ونتيجة الحاجة الغلط دي كانت أزمة بالنسبة له أو مشكلة، طب أنا أتعلم، مش هقع في نفس الغلط ده. أنا شفت واحد ماشي بالعربية ولقى حفرة، وهو ماشي في الحفرة دي راح وقع واتخبط خبطة جامدة بالعربية، والعربية اتكسرت فيها أي حاجة وبقت مشكلة. يبقى أنا هتعلم إن أنا لما أجي أدخل من الشارع ده عارف إن في حفرة في الحتة دي مش هعدي منها، هدخل يمين بدل ما أمشي في المكان ده. يبقى ممكن إن أنا أتعلم من أخطاء إيه؟ أخطاء الآخرين. إحنا شفنا مثلا واحد زي شمشون، شفناه لما سلم نفسه لدليلة كانت النهاية إيه؟ يبقى لو انا اتحطيت في موقف زي شمشون هرجع واتعلم من قصه شمشون انه يقول كده دليل عملت فيه ايه، يقول فازلته. لو انا مشيت في سكه شمشون اللي كان ماشي فيها قبل كده وتعرفت على واحده زي دليله ومشيت في السكه دي، في الاخر هقع في الذل وتتفقع عينيه، ويبقى ايه؟ يبقى زي الحيوان بيدور بالساقيه. لو شفت قصه زي قصه داود النبي وقد ايه ان هو استهان وابتدى ان هو يتهاون في حياته، وابتدى ان هو صلاته تقل، وابتدى ان هو الجيش بيحارب وهو قاعد فوق السطوح، وقع في خطيه مع مرات اوريا الحسي وخطيه الزنا، وكانت صعبه جدا. فدي تعلمنا، تعلم من اخطاء الاخرين، وان انت مش كبير زي ما هم وقعوا، ده هم كانوا اعظم منك ووقعوا. فانت تعلم ايه؟ من اخطاء الاخرين. ممكن تتلمذ ان انت تتعلم من اخطاء الاخرين. زي ما بيقولوا كده الأسد بيحكي، بيقول كده، بيقول للثعلب مين علمك الحكمة؟ الأسد بيقول للثعلب مين علمك الحكمة؟ فيقول كده، قال له اتعلمتها من رأس الذئب الطائر عن جثته. يعني الثعلب اتعلم الحكمة لما شاف رأس الذئب إيه؟ متشالة من جسمه، الأسد أكلها، فعشان كده اتعلم إيه؟ من الحكمة دي. أو يقولوا كده اتعلمت الصمت منين؟ فواحد قال لهم اتعلمت الصمت من إيه؟ من البغبغان. لما شفت البغبغان بيتكلم كتير 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 اتعلمت منه ايه؟ الصمت. فتعلم الفضيلة من اخطاء الاخرين. كمان يا احبائي، من ضمن الدروس اللي ممكن نتعلمها ويعتبر درس مهم جدا يفوق اي حد، هو الموت. تتعلم من الحياة حلو، لكن كمان نتعلم من الموت، عشان الموت ده استاذ كبير جدا ومعلم كبير جدا، وبيبعت رسائل خطيرة جدا. ممكن الحياة ما تدكش دروس، لكن ممكن الموت يديك دروس. عشان كده في كتير اخدوا من الموت حياة التجرد وحياة الفناء، ابتدى الواحد غير اتجاه حياته لما لقى ايه؟ لقى حياته انتهت وحياته خلصت. بيحكوا عن الانبا من يمين، مطران المنوفية المتنيح، كان راجل قديس وكان راجل حلو جدا. فبيحكوا عنه ان هو كان شاب، كان شقي شوية وكان بعيد عن ربنا وعايش حياة الشباب الملخبطة، كان اسمه عزمي وكان عايش حياة كده بعيد عن ربنا تماما. وكان ليه اخ، كان الاخ ده كويس جدا، كان محامي وكان الناس بتحبه وعايش مع ربنا. فاخوه ده جاي مرض الكوليرا، فاخوه مات هو واسرته، هو ومراته واولاده، كان بيحبه قوي. فبيقولوا كده هو ماشي في الجنازة قعد يبكي على اخوه، لانه اخوه ده كان كبير قوي عنده، بيحبه قوي ومرتبط بيه جدا. فالناس كده سمع واحد من الناس ماشيين في الجنازه بيقول يا رب يعني انت اخدت الحلو وسبت لنا الملخبط ده، بقى عزمي ده ملخبط، اخدت الحلو وسبت لنا الملخبط. فيقولوا كده ان هو من ساعه سمع اللحظه دي وسمع الكلام ده ابتدت ان حياته تتغير، والموت بتاع اخوه ده اعطاله درس. فقعد في البيت وعاش حياه الرهبنه، وابتدى ان يفكر في الرهبنه، وفعلا راح اترهبن واصبح قديس عظيم كبير جدا. هو الانبا بنيامين مطران المنوفيه الأسبق، وكان من ضمن الآباء الأسقفة اللي جلسوا البابا كيرولوس السادس. والبابا شنودة قال عنه كده كلمة حلوة قوي، إن القداس بتاعه كان جميل جدا وكان بيسموه قصارة السماء، فقال عنه كده لقد خلص كثيرين بقداس الأنبا بنيامين.
شوفوا بقى أصبح قديس عظيم بمجرد أنه حضر جنازة أخوه وسمع كلمة بتتقال فقدرت أن هي تغير حياته تماما. فتعلم من الموت، تعلم أن الموت درس كبير جدا. واحد زي الأنبا أنطونيوس شاف أبوه على فراش الموت، أبوه بيموت، فقال له عبارة كده، قال له فين قوتك وفين عظمتك وفين غناك؟ أنت مشيت من العالم بغير إرادتك، لكن أنا هخرج من العالم ده بإرادتي بدل ما أخرج غصب عني. يعني قال له كده، أنت فين قوتك وفين غناك وفين عظمتك؟ أنت خرجت من العالم بغير إرادتك. الموت ده إيه؟ الواحد بيخرج الإنسان من العالم بغير إرادته. قال له أنا بقى هموت عن العالم وهخرج بإرادتي قبل ما هم يخرجوني منه إيه غصب عني. عشان كده ابتدى يفكر في الرهبنة. ولما هو بيسمع الإنجيل كده لقى الإنجيل بيقول في متى 19، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى إيه؟ تعالى اتبعني. فأصبح لنا الأنبا أنطونيوس بمجرد إنه حضر إيه؟ حضر جنازة أبوه، أو شاف أبوه على الموت وشاف أبوه حياته بتنتهي، فقدر إن هي إيه؟ تغير حياته إيه؟ تماما. الأنبا بولا أول السواح تأثر بالموت كمان جدا، وكان في طريقه ان هو للقضاء عشان يفصل بينه وبين اخوه. اخوه اخذ النصيب الاكبر بتاعه، ووصل في حالة ان هما الاثنين مختلفين مع بعض في الميراث، فرايح يشتكي اخوه للقاضي، وهو ماشي لقى جنازة واحد غني كبير جدا وجنازة عظيمة جدا، فسألهم مين ده؟ قالوا له ده واحد كان غني. قال لهم طب واخذ ايه معاه؟ قالوا له ما اخدش حاجة، ساب كل حاجة. فقال ايه؟ لا، اذا كان الرجل الغني ده كل حاجه سابها وانا رايح اتخانق مع اخويا ورايح ان انا للقاضي واشتكيه، طب ما الحياه كده كده هتنتهي مش هاخد حاجه. فمشي ساب الطريق وراح ايه؟ راح على البريه وترهب، وابتدى ان هو يصبح لينا الانبا بولا اول السواح. طبعا بركه كبيره جدا الانبا بولا، واول سائح في العالم كله وفي تاريخ البشريه، وقدر ان هو يورينا حياه السياحه عامله ازاي بمجرد انه شاف واحد ميت محمول رايحين يدفنوه، غيرت حياته تماما. فممكن اللي مش يعني مش بيتلمز على الحياه تلمز على الموت، والموت هو درس كبير جدا بيدي لكل واحد رسائل كبيره جدا. كمان احبائي بيحكوا عن قصه نصيحه سمعها اخ من الانبا مكاريوس الكبير. راهب راح للانبا مكاريوس الكبير وابتدى ان هو يسمع منه نصيحه، فقال له طيب هقول لك على نصيحه حلوه. قال له ايه؟ قال له روح كده عند المدافن والناس اللي ميتين، روح امدحهم. فقال له حاضر، فراح مدحهم، قال لهم كلام حلو، يا قديسين يا ابرار يا حلوين يا كذا يا كذا يا كذا، كلام حلو قوي. فرجع تاني للانبا مكاريوس، فالانبا مكاريوس قال له ايه رايك؟ ردوا عليك؟ فقال له لا ما ردوش. قال له طيب روح تاني وذمهم، قول عليهم بقى ايه، انتقدهم، قول فيهم اي ايه كلام مش حلو. قال له حاضر، راح قال كده ورجع للانبا مكاريوس تاني، فقال له ايه الاخبار؟ ردوا عليك؟ لموك؟ قالوا لك حاجه؟ فقال له لا ما قالوش حاجه. قال له خلاص يبقى هم لا جاوبوك بفرح ولا جاوبوك بحزن. قال له قال له كمان انت خليك كده عشان تكون راهب، خليك زي الموتى بالظبط، ما تفرحش بمديح ولا تزعل بسبب مذمه. لما الناس تقول فيك كلمه حلوه ما تفرحش، ولما الناس تقول فيك كلمه صعبه ما تحزنش. يبقى اذا عطله درس من ايه؟ من الناس اللي مدفونين، من الموتى. الموتى دول كانوا ايه؟ كانوا درس ليه. وكان الانبا مكاريوس يقول كده، في مره كان نايم ويحط تحت منه ايه؟ جمجمه تحت راسه. طب ليه كان بيعمل كده؟ بتوريك انه حياه الانسان الى فناء. ولو واحد بيتمنظر بجماله او بيقعد يبص في المرايه كتير، او واحده فرحانه بشكلها او بجمالها وتيجي تبص الجمجمه، كل ده هيتغير. يعني مش معقول، ده عادي حياه الانسان في الاخر. اللي حط ميك اب واللي حط كذا واللي عمل ايه كذا واللي عمل كذا واللي عمل كذا، في الاخر الانسان بيتحول الى ايه؟ الى ايه؟ شويه عظم، الى جمجمه. فممكن تبقى الجمجمه دي درس للانسان وتوريك ان حياته عامله ازاي. الناس في كل الطب اللي بتدرس تشريح وتبقى معاها جمجمه، يعني ممكن يكونوا بيتعلموا حاجات كتيره جدا، يكون درس ليهم. ربنا يدينا ويديكم نعمه احبائي، الهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. لا انت